نحن نريد أن نتحدث عن الإخلاق، فما هو الإخلاق؟ لأن الحكم
فيه فرع عن تصوره. ما هي الأخلاق المنشودة في الإسلام؟ الأخلاق المنشودة في الإسلام عرفت بتعاريف متعددة، وكلها تهدف إلى شيء واحد، كالذي يعرف الشمس يذكر صفة من صفاتها، هذا يذكرها على أساس أنها مصباح، وهذا يذكرها على أساس أنها طاقة محترقة، وكلهم يشيرون إلى ماذا؟ إلى الشمس. هكذا التعاريف التي تتعلق بالأخلاق، كل يعرفها من منظوره وزاويته. إذا جمعت تلك التعاريف أعطتك معنى الأخلاق. بعضهم قال في تعريف الأخلاق إنها وسط بين طرفين مذمومين، وسط بين طرف مذموم من هنا وطرف مذموم من هنا. هذه هي الأخلاق المنشودة في الإسلام، أو قل هي حسنة بين سيئتين، كما قالت فاطمة رضي الله عنها زوجة عمر بن عبد العزيز بنت عبد الملك بن مروان، لما زوجها أبوها إلى عمر بن عبد العزيز بعد أيام سألها قال كيف عيشك يا بنيتي مع عمر بن عبد العزيز؟ فقالت يا أبتاه حسنة بين سيئتين، نعيش حسنة بين سيئتين. فتعجب ما معنى حسنة بين سيئتين؟ قالت نعيش بحسنة الاقتصاد بين سيئة الشح والبخل وسيئة الإقتار والإسراف. الحسنة إذن هي الاقتصاد، والسيئة التي عن هذه الجهة هي سيئة البخل، والسيئة التي عن الجهة الأخرى هي سيئة الإسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأخبر عن سيدنا علي أنه عرف الأخلاق بأبيات يقول فيها إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والصبر خامسها والبر ساديها والشكر سابعها واللين باقيها، لا تركلن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، وعن اللدان غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش ثابت فيها. أما الإمام الشافعي فقد عرفها بأبيات جميلة رقراقة يقول فيها رحمه الله تعالى: إذا شئت أن تحيا سليما من الردى، وحظك موفور وعلمك وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فإنك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصونها، وقل يا عين للناس أعين، وعاش بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بيده أحسن. إذا شئت أن تحيا سليما من الرضا من الهلاك، وحظك موفور، حظك موفور عند الله وعند الناس، وعرضك صين، لا أحد يستطيع أن يثلى ما عرضك بشيء، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فإنك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. وعرفها الحسن البصري رحمه الله بقوله حين سئل عن الخلق أو الأخلاق في الإسلام قال: هو كف الأذى وبذل الندى. كف الأذى حين تكف أذاك عن الناس جميعا، وتبذل الندى المعروف الخير
مختومة بالسجع. الأخلاق هي حفظ المراتب، حفظ المراتب وذكر المناقب وصون المعايب والثناء باللسان بالكلمات الأطيب. حفظ المراتب أن تحفظ لكل ذي مرتبة مرتبتين، ثم ماذا؟ حفظ المراتب وذكر المناقب. اذكر مناقب من يستحق المدح بمناقبه وصون المعالم. لا تتتبع عيوب الناس، صون معالم الناس والثناء باللسان بالكلمات الأطيب. فإن فعلت ذلك فقد أحسنت وقد استطعت أن تكون ذا خلق حسن. أما القرآن الكريم فإنما يعرف الأمور كلها والحقائق كلها بأسلوب عجيب، بأسلوب جامع مانع، وسوف يأتينا. لكن أحب أن أقدم بعض الآيات التي تتحدث عن الأخلاق، كقوله تعالى من سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كلمات ثلاث جمعت فأوعت، ما تركت خلقا من الأخلاق السامية العالية الكريمة إلا ودخلت في هذه الآية، وسوف يأتي مزيد من تفصيلها. هذه المقدمة التي تتعلق بماذا؟ بتعريف الأخلاق. فلننتقل إلى العنصر الأول. ما هو العنصر الأول؟ مصادر الأخلاق ومقتبساتها. من أين تقتبس يا أخي ويا أختي خلقك؟ اقتباس الأخلاق جعلتها في خمس. المقتبس الأول أو المصدر الأول أسماء الله الحسنى، والمقتبس الثاني كتاب الله الأسماء، والمقتبس الثالث سنة حبيبنا الأسماء أو الأسماء عليه الصلاة والسلام، والمقتبس الرابع القدوة به المثلى، والمقتبس الخامس العبادات المجعولة حكمتها لهذا الأمر الأجلى. وأحببت أن تكون على هذا النسق حتى يكون لها رنة في الأذن. إذن خمس من المصادر. المصدر الأول ما هو؟ أسماء الله الحسنى. إن لله كم من اسم؟ 99 اسم. هذه الأسماء لماذا أنزلها الله؟ ولماذا عرفنا الله بها؟ عرفنا الله بها لأمرين: أحدهما للتعلق بها والتعبد والتقلد، والأمر الثاني للتخلق. التعلق والتخلق. كل أسماء الله الحسنى إنما عرفنا ربنا بها لنتخلق بهذه الأسمين فقط، فهما للتعلق وليس للتخلق. ما هو اسم الجلالة؟ لا يمكنك أن تتخلق باسم الجلالة. لماذا؟ لأن اسم الجلالة معناها المعبود بحق ولا يعبد بحق إلا الله. والاسم الثاني الذي هو للتعلق وليس للتخلق الرحمن، لأن الرحمن اسم خاص بالمنان جل جلاله لا يسمى به أحد أبدا، ولم يوحد عن العرب أن سمت به أحدا. وأما الذين سموا مسيلمة الكذاب الرحمن فإنما فعلوا ذلك تعنتا وليس حقيقة، فهم يوقنون في أنفسهم
المسلم بأنه لا يستحق أن يسمى بالرحمن، ولكن كما قال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذان الأسمان للتعلق وليس للتخلق. قال ربي جل جلاله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فباقي الأسماء كلها للتعلق والتخلق. رحمن لتكون رحيم لتكون رحيما، حليم لتكون حليما، رؤوف لتكون رؤوفا. ألم يصف الله حبيبه المصطفى بهذين الاسمين وكان بالمؤمنين رحيما؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا كل الأسماء الحسنى ينبغي أن نتخلق بها، وذلك لأن ربنا يحب منا أن نتخلق بأسماء نتعلق بها تعبدا وتقلدا، ونتخلق بها أن يكون لنا قبس منها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. مما يدخل في الإحصاء أن تتخلق بالاسم الذي يحب منك أن ربك أن تتخلق به. فكن رحيما وكن رؤوفا وكن عفوا وكن كريما وكن ودودا، كن ودودا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خير النساء الودود الولود، تزوج ودود الولود. خذ من اسم الله نصيبا لك يا عبد الله، تخلق بنصيب من هذه الاسماء لتكون ان شاء الله عز وجل ممن تخلق باسماء الله الحسنى وانعكست عليه وتنور بانوارها وعاش بها في حياته ناشرا انوارها واسرارها بين العباد. هذا المصدر الاول والمقتبس الاول. المقتبس الثاني ما هو؟ كتاب الله الاسماء. كتاب الله الاسماء الذي جاء من اوله الى اخره ليربي اتباعه على الاخلاق. كل القران انما جاء من اجل ان يربي امه القران على اخلاق القران. ولو تاملنا القران من اول سوره الى اخر سوره، سواء كان ذلك من ترتيب النزول او من ترتيب المصحف، لوجدنا كل القران يبني امه الاخلاق. ما جاء الا ليبني امه الاخلاق. تامل اواخر سوره الفرقان تجد صفات عباد الرحمن بدات بالاخلاق وانتهت بالاخلاق، وكان ما بين آياتها الأولى وآياتها الأخيرة كل أعمال الإسلام بدأت بالإخلاق وختمت بالإخلاق. وما بين هذين الآيتين الداعيتين إلى الإخلاق أعمال الإسلام الكبرى من عقيدة ومن عبادة. لماذا بدأت وعباد الرحمن؟ هل قال الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ لا. هل قال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون؟ لا، إنما قال يمشون على الأرض هونا. وهذه الصفة صفة المشي على الأرض هونا هي قمة الأخلاق، لأن المشي هو الصورة المعبرة عن صاحبها، أما في قلبه فهي الترجمة الحقيقية لما يحمل في فكره وعقله وقلبه وباطنه من تواضع ومسكنة ورحمة. يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون هل يجهلون مع جهلهم؟ كما قال الشاعر العربي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل.
ليس عنده إلا نفقة السلام، ليس عنده نفقة الجهل أبدا. فإذا خاطبه الجاهلون كان الرد وكانت المقابلة السلام السلام السلام. ثم بعد ذلك تأتي الصفات الأخرى التي تدل على القنوت والعبودية والخوف من الجليل، وتأتي كذلك الصفات التي تدل على عقيدتهم وعلى عفتهم، إلى أن يختم الله تعالى صفاتهم أيضا بصفة تدل على الأخلاق والتواضع. قال ربي في آخر صفة من صفاتهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يحبون أن يكونوا خدما أئمة، ولكنهم يخدمون الناس بالإمامة. قمة الخلق هنا وقمة الخلق هنا، قمة الخلق العامة يمشون على الأرض هنا، قمة الخلق الخاص واجعلنا للمتقين إماما. لذلك كان الجزاء رفعه الله في الجنة، يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، لأنهم ملأوا الدنيا بالتحية والسلام وكان جزاؤهم من جنس العمل. ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والقرآن الكريم يتحدث عن الأخلاق في كل المجالات، حتى عندما يقع الطلاق بين الزوج والزوجة يقول القرآن: ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل، لا تنسوا الأخلاق، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كل القرآن يا أحبابي أخلاق من أوله إلى آخره. من يفتح القرآن يجد صفحات مشرقة من الأخلاق، ولكنه يحتاج إلى من يترجمه إلى واقع حياة. لا يمكن للقرآن أن يجلي أخلاقه بنفسه، لا، الأخلاق أعراض تحتاج إلى ذوات وجوارح لتجليها. حين قرأ أحد الأوروبيين القرآن وأدرك ما فيه من أخلاق، قال: يا له من قرآن لو كان له رجال، لو كان رجال يحملون هذا القرآن للدنيا كلها. ما أحوج العالم اليوم إلى أخلاق القرآن مترجمة في سلوك أهل القرآن. ولذلك كان السلف الصالح يوصفون بماذا؟ كانوا قرآنا يمشي على وجه الأرض. حين سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله، ماذا قالت؟ كما في صحيح مسلم، كانت قالت: كان خلقه القرآن، أو كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. إن أردت أن ترى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ القرآن. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر إلى هذا الأسلوب، أسلوب الترقي، يترقى بك القرآن في عملية التربية الخلقية الأدبية من مرتبة إلى مرتبة حتى يجعلك في قمة الأخلاق. أوصاف أهل الجنة الذين يسارعون إلى الجنة، يسارعون على جسر الأخلاق. إن هناك جسرا مضروبا بين الناس وبين الجنة اسمه الأخلاق، فمن أراد أن يمر إلى الجنة بسلام فليمتضي هذا الجسر، فليمتضي وليمر عبر جسر الأخلاق. لذلك انظر إلى الآية الكريمة: ينفق
يقول في السراء والضراء الكاظمين الغيظ ثم العافين ثم والله يحب المحسنين. الكظم هو ان تحبس غيظك بداخلك، تحبسه حبسا تاما لا يخرج منه شيء، لا من عينيك ولا من لسانك ولا من ملامحك. هذه مرتبة. ثم يترقى بك القرآن إلى مرتبة أعلى، شو هي؟ والعافين. العافين جمع عاف، ومن هو العافي؟ هو الذي يمسح حتى الغيظ الذي كظم. المرحلة الأولى وجود الغيظ مع كظمه، لكن المرحلة اللي هي أعلى منها إزالة الغيظ، لأن العرب تقول عافت الريح الأخرى إذا محته، فتمحو ذلك الخير الذي بمقتضى بشريتك وجد في قلبك. والمرتبة التي هي أعلى، والله يحب المحسنين، أن تحسن إلى من أساء إليك. فهناك أحد الخلفاء كان قد دخل عليه غلام بماء، فعقرت رجل الغلام في البساط، فوقع الماء على حجر الأمير وهو في قبهة ملكه، وكان الغلام ذكيا أريبا مستحضرا للقرآن ولإخلاق القرآن، فرأى الأمير قد احمرت عيناه وانتفخت ودجاه، فقال يا أمير المؤمنين اذكر قول الله تبارك وتعالى والكاظم الغيظ. فنزلت الآية بردا وسلاما على قلب الأمير، لأنه القرآن يا إخوتي. قال لقد كظمت عنك غيظي. قال وقوله تعالى والعافين عن الناس، قال لقد عفوت عنه. قال وقوله تعالى والله يحب المحسنين، قال اذهب فانت حر لوجه الله. خلاص القران الذي تغزو القلوب وتدخلها بالاستئذان، هذا هو القران. اما المصدر الثالث فهو سنة الحبيب الأسماء، سنة الحبيب الأسماء، سنة الحبيب. أكتفي بذكر أحاديث ثلاثة كلها أخلاق، لكن أذكر أحاديث ثلاثة. الحديث الأول الذي روى الإمام مالك في موطئه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا الموطئين أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة الثخارين أو الثخارون المتفيقون. إن من أحبكم إلي، من أراد أن يحبه الحبيب المصطفى فعليه بهذه الأخلاق النبوية الشريفة الكريمة، وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، سوف تكون قريبا للحبيب المصطفى. فالصلة التي تربطك به هي صلة الأخلاق، لأنه كان قمة الأخلاق، فإذا أردت أن ترتقي إلى هذه القمة فاصعد على سلم الأخلاق. تريد أن تصعد إلى القمة هنا وهناك، ارتقي على سلم الأخلاق لتكون يوم القيامة قريبا من سيدي الدنيا الذي سادها بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. من هم الذين هم أحسن الناس أخلاقا؟ الموطئون أكنافا، أي الذين جانبهم سهل، كل أحد يستطيع أن يعاشرهم، كل أحد يستطيع أن ينتمي إليهم، كل أحد يستطيع أن يخالطهم. ليس بينه وبين الناس حجاب، حجاب الكبر وحجاب القسوة وحجاب الشدة والغلظة، لا، جانب الرطب اللين الرقيق
يجلبك إليه جلبا ويجذبك إليه جلبا. كلما رأيته أحببته. من صفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التي خص بها أن من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه. إذا رأيته بديهة أول مرة تهابه. لماذا؟ لأن الله كساه من جلاله ما جعله مهيبا. وإذا خالطه أحببته لأن الله قد جمله بجمال لم يجمل به أحد من الناس. فأجمل خلق الله وحبيب الله جماله أعظم من جمال يوسف. يوسف أعطي شطر الجمال النص، أما حبيبنا فقد أعطي الجمال كله إلا أن الله كسى جماله بجلاله. فكنت إذا رأيته أول مرة هبت، وإذا خالطته شاهدت الجمال فأحببته حبا شديدا لا مثيل له أبدا. كيش حب بعد حب الله الذي يعني حب رسول الله في القلوب، وكيف لا تحبه؟ وكله حلاوة وكله جمال وكله رقة وكله لطافة. فلا تكرهه إلا القلوب الغليظة الشديدة. أما القلوب التي ما زالت على فطرة ربها فلا بد أن تحبه. ثم الحديث الثاني يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا. بماذا يتفاضل الإيمان؟ هل يتفاضل الإيمان بالصلاة؟ ليس بالصلاة. هل يتفاضل بالصيام؟ هل يتفاضل بالأذكار؟ يتفاضل بالخلق. الإيمان يتفاضل بالخلق. أكمل المؤمنين خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. بماذا تفضل غيرك في الدين؟ بالخلق. ولذلك قال علماء السلوك رحمهم الله تبارك وتعالى: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. أما الحديث الثالث فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل ما من شيء أثقل في ميزان المؤمنين من حسن خلق. ما من شيء أثقل. لماذا كان الخلق أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة؟ علاش؟ أتدرون لماذا؟ لأن صاحب الخلق الحسن ليس عليه تبعات نقص ميزانه. يمكن في الصلاة أن تكون عليك تبعات، ويمكن في الزكاة أن تكون عليك تبعات، ويمكن في كل الأعمال أن تكون عليك تبعات. معنى تبعات للناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال: مفلس لا دينارا ولا مئة. قال: مفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي قد أكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فيفني حسناته طول أن يقضم عليه أخذ من خطاياه وفشلت عليه ثم طرح في النار. أما صاحب الخلق الحسن فلا تبعت عليه. ايش اللي تبعه؟ لماذا؟ لأن كل الناس يحبونه بأخلاقه الحسن. فمن ثم كانت العمرة الثقيلة يوم القيامة هي عمرة الخلق. أثقل من الصلاة، أثقل من الزكاة، أثقل من الحج، أثقل من العمرة، أثقل من كل شيء. إنه الخلق الحسن. ثم المصدر الثالث الرابع، المصدر الرابع القدوة به صلى الله عليه وسلم. القدوة
لم تفعل هذا، ولكن كان يقول قدر الله ما شاء. 10 سنين والغلام الصغير يخدمه، وكان قد بلغ أنس بن مالك من العمر 10 سنين، خدمه 10 سنين فلم يقل له قط لماذا فعلت هذا إذا كان قد فعل، ولماذا لم تفعل هذا إذا لم يكن يفعل أبدا. وما رأيته ضرب أحدا ولا شتم أحدا ولا سب أحدا عليه الصلاة والسلام. إنه الذي جمع الأخلاق كلها ثم وزعت الأخلاق على البشرية كلها، فأخذ كل واحد نصيبا من الأخلاق، أما هو فقد جمعت له الأخلاق كلها. ولدت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر عيني قط، وأفضل منك لم تلد النساء. هذه الأخلاق التي اجتمعت في هذه القدوة، لو أن البشرية كلها يوما أرادت أن تأخذ القدوة الكاملة التي ليس فيها من نقص، لكان المطلوب منها أن تجعل رسول الهدى عليه الصلاة والسلام هو مسك الختام ولبنة التمام ونور الأنوار وسر الأسرار عليه الصلاة والسلام. فالأخلاق كلها قد تجمعت فيه، فهو سر سعادة الإنسانية كلها، تجمعت بجميع جوانبها. فلم يفته عليه الصلاة والسلام جانب من جوانب الأخلاق. لماذا؟ لأن الله صنعه كذلك. فقال عليه الصلاة والسلام، إن كان الحديث هذا فيه ضعف، أدبني ربي فأحسن تأديبي. الله الذي رباه سبحانه وتعالى خلقه على الكمال وصنعه على التمام، ورعاه سبحانه وتعالى برعايته، وحماه سبحانه وتعالى بحماه. لذلك كان سيد ولد آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سيد الإنسانية، فخر الإنسانية كلها. إذا أرادت الإنسانية أن تفخر فلتنسب نفسها إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فخر الإنسانية ومعدن سرها، وسر جمالها. سر جمالها إذا كان في الإنسانية من جمال فسره هو هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا وما يتعشق منها الكبراء، زادتك في الخلق الكريم شمائل يغرى وبها ويغرى بها الكرماء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق، لا ضغن ولا شحناء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجبلاء. وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تكلف ورياء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعدو النديا، وللقلوب بكاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. يا من له عز الشفاعة وحده فهو المنزه، ما له شفعاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياه السقاء.
تضرع ودعاء. هذا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. كيف لا يبتلى به؟ كيف لا يبتسى به؟ إنه النور، إنه الشمس المشرقة، النور في ظلام الليل، النجم الثاني.